من جانب آخر، تمر اليوم الذكرى 67 لقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد حادث المنشية التي حاول فيها أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هذا وتعتبر حادث المنشية هي المحاولة الأشهر لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث تم إطلاق النار عليه في 26 من أكتوبر لعام 1954 أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بمحافظة الأسكندرية. هذا وتعيش الجماعة الإرهابية في هذه الأيام في خلافات جديدة وانقسامات أخرى تضرب الجماعة الإرهابية وتطفو على السطح، فالتوتر بلغ ذروته بين إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة والقائم بأعماله، ومحمود حسين الأمين العام السابق له بسبب تهم فساد مالية. للمزيد من المتابعة والتفاصيل، سيد عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ عمرو، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم وأهلا بك. وما زالت الخلافات تعصف بجماعة الإخوان الإرهابية، ودائما ما تكون هذه الخلافات منصبة سواء كان على الفساد المالي أو الفساد بشكل عام داخل الجماعة. كيف ترى ما وصلت إليه جماعة الإخوان الإرهابية الآن؟ تفضل. هو طبعا بداية كده جماعة الإخوان تعيش الآن ما يعرف كده بخريف الصفوف، فالجماعة تعاني على كل المستويات نوع من الارتباك الفكري والتثبط التنظيمي وايضا التفلت او التفكك للقواعد التنظيميه. لكن خليني بس اكد على معلومه مهمه جدا، هي ان قرار الرئيس جمال عبد الناصر ومجلس سياده الثوره بحل جماعه الاخوان لم يكن في اكتوبر 54، لكنه كان في 14 يناير 54، لكن تم ارجاء القرار، او بمعنى اصح لم يتم تفعيل القرار بشكل رسمي ومصادره كل ممتلكات الجماعه الا عقب حادث المنشيه، وده طبعا نتيجه ظروف سياسيه في تلك المرحله. الان جماعه الاخوان طبعا تسير على نفس النهج في مساله جرائم العنف، و مساله طبعا الخلافات الداخليه التي تضرب وتعصف في جماعه الاخوان، ونحن الان في صدد واقعة مهمة جدا ما بين طرفين، كل طرف لديه تحفظات على الآخر، اللي هي جبهة لندن أو جبهة محمود حسين. طبعا كلا الجبهتين جبهة لديها رؤية غربية ولديها نوع من الانفتاح بشكل أو بآخر ولديها أجندة مختلفة، وبين جبهة أخرى تقليدية أو تتمسك بضوابط التنظيم التي وضعها حسن البنا، وهذا هو أصل الخلاف. أصل الخلاف أنا أعتبره أنه بجانب الخلافات المالية والخلافات الإدارية هناك خلاف على استراتيجية التنظيم وتوجهات الجماعة خلال المرحلة المقبلة. يمكن حتى الساعات الماضية تم تسريب ما يعرف بوثيقة لندن، هذه الوثيقة تضمنت مجموعة من الأهداف التي ستسير في طريقها جماعة الإخوان بما يتلائم مع الظروف التي تعيشها في المنطقة العربية، وأيضا نتيجة تغيرات الخريطة السياسية ورفض جماعة الإخوان وسقوطها سياسيا ورفضها شعبيا. وهذه طبعا النقاط بتتمثل في مسألة تحويل تبعية إخوان مصر إلى التنظيم الدولي وليس العكس. إخوان مصر دائما بيعتبروا نفسهم أن هم مركز وثقل الجماعة. الاستراتيجية الجديدة بتختلف في هذه النقطة، وتحويل إخوان القاهرة أو ما تبقى من حلول هذا التنظيم إلى فرع تابع للتنظيم الدولي، وأيضا ما يعرف بغلق التنظيم. هناك قرار بمسألة غلق التنظيم وعدم التوسع في ضم عناصر جديدة للجماعة، خاصة أن إجباريا الجماعة بتعيش نوع من التراجع ونوع من تكثيف المنابع الاستقطاب. هذه نقطة مهمة للغاية سيد عمرو، لو سمحت لي أن أنا أستوقف حضرتك فيها. ربما كانت مصر البذرة الأولى في إنهاء جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن إن كنا نتحدث إن كان هناك أفراد سينضموا للتنظيم أو أنه سيتم إغلاقه تماما، ذلك يرجعنا إلى السؤال الأهم، من تبقى من فلول تنظيم الإخوان سيد عمرو؟ حتى كانت ربما آخر فلوله في تونس والحقيقة تم القضاء عليها، أين يتواجد الآن أو تتواجد جماعة الإخوان الإرهابية؟ هو خليني بس أكد على معلومة مهمة جدا، أن التنظيمات تتفكك وتنهار وتسقط لكنها لديها إمكانية العودة بشكل أو بآخر طالما أن الفكرة قائمة.
يعني هي الازمه كلها، وده اللي احنا بنتكلم فيه، انه بجانب الملاحقه الامنيه وبجانب مصادر التمويل لابد ان يكون هناك مواجهه حقيقيه فعليه يعني على كل طبعا المستويات. يعني المواجهه الفكريه بتشمل ما يعرف به كده التعريه، وهي تعريه التنظيم وفصح جرائمه للراي العام، وايضا فكره التوعيه، وهنا التوعيه استمراريه، والمرحله الثالثه الا وهي التحسين، وهو ايجاد البديل، لان الدين جزء متصل بحياه الناس، فطول الوقت لازم يكون في بديل وسطي معتدل، لان هذه التنظيمات السريه بتعتمد على عباءه الدين وبتوظفها لخدمه مشاريعها السياسيه او مشاريعها التخريبيه اللي هي بتستهدف منها الوصول الى السلطه. طالما ان الفكره باقيه يبقى اذا نعم. التنظيم يعني قد يكون قائم، بس هي الفكره كلها انه بيتلقى ضربات وبتعرقل مسيرته وبتحاصره، سواء بقى داخل مصر او في المنطقه العربيه، لان الجماعه تتراجع على كل المستويات حتى في اوروبا. يعني منذ ساعات النمسا اتخذت قرار في تشكيل مجلس يضم مجموعه من الدول الاوروبيه لمواجهه جماعه الاخوان ومحاصره الفكر، يعني هذه ضربه جديده لجماعه الاخوان. لكن مساله بقى ان التنظيم موجود او له فلول، اكيد طبعا هناك بعض البقايا، ولكن خليني اقول لحضرتك ان في بند مهم جدا في وثيقه لندن تحدث عن هذه النقطه تحديدا، الا وهي ان جماعه الاخوان بتسعى ان تتخلص من الاعباء التنظيميه وتتجه من او تتحول من فكره الهرم التنظيمي الى التيار الفكري، بمعنى ان هناك اليات ووسائل جديده في مساله الاستقطاب والتجنيد الفكري وليس التنظيمي. يعني جماعه الاخوان المرحله المقبله والشكل الجديد او الاخوان الجدد يعني نعم. هيتجهوا الى التاثير. طيب دي نقطه مهمه للغايه استاذ عمرو، يعني ساستفيض فيها مع حضرتك بالحديث، ولكن دعني اؤكد هنا على نقطه مهمه. ان كنا نتحدث عن اساليب جديده لضم الاشخاص الى جماعه الاخوان الارهابيه، عن اي وعي نحن نتحدث؟ يعني كون ان اليوم تحديدا يمر ذكرى محاوله اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من قبل جماعه الاخوان الارهابيه، يعني هو فكر متاصل، فكر الاغتيالات، الفساد، الارهاب لهذه الجماعه، بعدها اغتيال الزعيم الراحل محمد انور السادات وعدد من الاغتيالات التي اتت بعد ذلك، هو نهج واحد تنتهجه جماعه الاخوان الارهابيه؟ عن اي اساليب جديده من الممكن ان تنتهجها الجماعه لضم عدد من الاشخاص اليها مره اخرى؟ البعض ربما يتحدث، حتى يعني ان تحدثنا بعيدا عن وثيقه لندن، ان هذه الجماعه اساليبها نفذت في هذه الفتره. لا، هي الاستراتيجيه الجديده في مساله ضم العناصر او التاثير في المجتمعات العربيه عبر خطاب دولي وليس محلي بيخاطب العقل الجمعي للمجتمعات، هي هتتجه لما يعرف بالتاثير الفكري، وليس يعني هدف جماعه الاخوان المرحله المقبله او التنظيم الدولي، عشان نكون اكثر وضوحا، لان القياده الان اصبحت في لندن وليست في تركيا او في القاهره او في اي من الدول العربيه، القياده المركزيه موجوده في لندن، لديها استراتيجيه جديده الا وهي فكره التاثير الفكري وليست الاستقطاب التنظيمي. يعني لم يعد الاستقطاب التنظيمي وضم عناصر جديده تنظيميا لجماعه الاخوان هو الهدف، لكن هناك هم هيتجهوا الى ما يعرف بالتيار الفكري على غرار التيار السلفي، يعني التيارات السلفيه اللي موجوده في المنطقه العربيه ليس لها هيكل تنظيمي او خلايا عنصريه، لكنها تيار بيؤثر في المجتمعات وبيتحرك بسهوله دون وجود اعباء تنظيميه، لان جماعه الاخوان وفقا طبعا لوثيقه لندن انها وجدت ان التنظيم بيمثل عائق وجدار عازل بينها وبين المجتمعات، وده حتى كان واضح ان عقب سقوط جماعه الاخوان من السلطه في 2013 وجدت ان الدوائر المجتمعيه ضدها وليس متعاطفه معها، لان هي هناك حاجز، يعني الجماعه نفسها بتسعى طول الوقت الى فكره الضم التنظيمي وليست الى فكره الدعوه كما تدعي، او انها يعني بتمارس النشاط السياسي من اجل خدمه الوطن، يعني الشعارات دايما الجماعه بترفعها، لكن المجتمع دائما بيعي، يعني مهما كان هناك حالة تزييف من قبل جماعة الإخوان أو دوائر الإسلام السياسي، لكن المجتمعات بتعي وبتدرك دايما حقيقة هذه الأمور، وده حتى كان واضح إن إحنا في 2013 مثلا لم نجد تعاطفا من المجتمع مع جماعة الإخوان، صحيح نعم، كان هناك تأييد لقرارات
القوات المسلحه وتأييد لثوره 30 يونيو في حسم المعركه لصالح الدوله المصريه والحفاظ على الدوله الوطنيه والدوله المدنيه في النهايه. يعني نعم. المجتمعات دائما هي اللي بتحسم هذه الامور. طيب كما تعلم يعني سؤالي الاخير متعلق بمصر سيد عمرو، الحقيقه انه جماعه الاخوان الارهابيه فعلت ما فعلته بمصر حدث ولا حرج عن ما قامت به من فساد وارهاب في الداخل المصري منذ قديم الازل، يعني نحن الان نتحدث عن محاوله اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعده الكثير والكثير، والحقيقه الان وصلنا الى ان يكون المنهج المصري في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية الحقيقة أنه أصبح يدرس وهو وثيقة الآن في مجلس الأمن لكيفية القضاء على مثل هذه الجماعات. إلى أي مرحلة وصلنا؟ كيف استطعنا للقضاء على هذه الجماعة في الداخل المصري؟ إلى أي مدى ما قامت به مصر أصبح بالفعل يدرس في الخارج لما قامت به في القضاء على هذه الجماعة؟ والأهم طبعاً يعني هناك طبعا جهود امنيه وهناك جهود على اكثر من مستوى، لكن النقطه الاهم هي الا تصبح جماعه الاخوان رقما في معادله الحكم او في معادله القوى السياسيه المصريه. دي نقطه مهمه جدا، لان ده يعني بيحدد مدى التعامل مع هذه الجماعه ومدى وصفها ومدى يعني كشفها امام الراي العام. يعني النظام السياسي الحالي لا يستخدم جماعة الإخوان ولا يوظف جماعة الإخوان، لكنه لديه موقف واضح ولديه يعني انتماء حقيقي للدولة المصرية ولديه حفاظ على الدولة الوطنية، ودي النقطة الأهم. يعني المواجهة الأمنية طبعا لها دور كبير، وطبعا الدولة المصرية يعني لها جهود مستمرة منذ والحقيقة المواجهة الفكرية أيضا أستاذ عمرو، يعني دعنا لا نغفل هذه الفكرة، كان لها الدور الأهم ربما في القضاء على هذه الجماعة. عفوا أتحدث هنا بعيدا عن المواجهة الأمنية، كان هناك مواجهة فكرية كبيرة للشعب المصري وتم تصديره أيضا للخارج في كيفية القضاء على هذه الجماعة وأيضا التأثير يعني على العقول بشكل أو بآخر، ربما ذلك كان من أهم العوامل التي انتهجتها مصر للقضاء على هذه الجماعة. أكيد طبعا، لأن يعني حتى رئيسها فتحي السيسي تحدث كثيرا عن تجديد الخطاب الديني ومدى إيجاد خطاب متزن صحيح يعني يواجه هذه المشاريع الفكرية، لأن هذه التنظيمات زي ما قلت لحضرتك النقطة الأخطر لديها ما هو يعني فكرة تزييف الوعي، فتزييف الوعي طبعا بيأتي في إطار مشروع فكري بيتم تعميمه وبيتم نشره نعم. خلال محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة واستقطاب وتجنيد العناصر من داخلها على كل المستويات وعلى كل الشرائح. وقف هذا المد الإخواني الفكري هو نقطة الانطلاق للدولة المدنية والحفاظ على الدولة المصرية، عشان كده هنجد ان فعليا التجربة المصرية رائدة على مستوى مواجهة الفكر وعلى مستوى تفكيك التنظيم وعلى مستوى تكثيف منابع التمويل لهذه الجماعة. وايضا هناك نقطة يعني خطيرة جدا الا وهي استاذ عمرو الا وهي مسألة عدم فك الارتباط ما بين الحركات المسلحة وبين جماعة الإخوان، يعني مسألة ان احنا بنفصل ما بين داعش او القاعدة وجماعة الإخوان هذا فصل شكلي، لكن العقيدة واحدة والاطروحات الفكرية واحدة والمنبع الفكري واحد لهذه التنظيمات وهذه الجماعات، وكلها خرجت من رحم جماعة الإخوان ومن رحم أفكار حسن البنا وسيد قطب. عشان كده دايما بنقول ان جماعة الإخوان هي مشروع مسلح تخريبي وليس مشروع سياسي دعوي. نعم صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، كنت ضيفي في هذه الساعة، شكرا جزيلا لك.